إذا هيدا الماسك العادي يلي بنستعمله تعقم نرش سبيرته أو أي مواد تعقيمية وتنشف، ممكن إعادة استعماله أو لا؟ الجواب السريع هو لا. الجواب الطويل هو اضطروا يعملوا هيك بالدول يلي ما عاد عندها، مثل بأوروبا، وحاطين حتى أنواع كيف فيك تعملي تطهير لا إعادة التدوير إذا بدك، لأنه بس ترشيهم بدول القصص أنت عم تأسري على تركيبته يلي هي بتلقط الفيروس. فالجواب السريع هو لا، لإعادة الاستعمال منا جيدة. وهون بحب أقول للعالم كمان، يلي بيحط ماسك وحطه لفترة أطول من 4 ساعات متواصلة عادة، هيدا الماسك ما بقى بيفيده، بالعكس بيضره. ليه؟ لأنه بيعرق وبيصير رطب، بصير بكتيريا اكثر بيلقط البكتيريا وبيحضر لهم الارضيه لحتى، وبالتالي استعمالاته لازم تكون بطريقه متقطعه وصحيه وجيده، مش بطريقه معقول تاذي الشخص. نعم. ايضا وايضا من ابداعاتنا اللبنانيه، وكيف نحن مثل ما بيقولوا صدرنا عقول الى العالم. صحيح. فكيف بالاحرى بوقت الازمات؟ اكيد تبعت المحاولات يلي عم بتصير من قبل الصناعيين لانتاج فنتيليترز بلبنان، لحتى لي لا سمح الله بالمرحله المقبله اذا وصلنا الى البيك خلينا نقول بالحاجه له يكون موجود وفي امكانيه لنعمل هيدي. صحيح. الاشياء، وشفنا التجارب سواء كان من نائب نعمه فريم وشركه فينيكس، سواء كان من اليو اس جي الجامعه اليسوعيه كمان وغيرها، في كثير محاولات عم تصير من صناعيين مشكورين على هيدا الامر. قديش ممكن طبعا هودي بدهم يمرقوا باختبارات وتستات بالمستشفيات وتحت، بس عم يتصنعوا بتعليمات وتوجيهات اطباء اختصاص بهيدا الموضوع، قديش بيفيدوا حسب قبل ما تجاوبني قبل ما تجاوبني على هيدا الموضوع، معي مباشره عبر شو؟ تليفون، فيديو كول؟ عبر الفيديو كول زميلتنا جوزيفين ديب يلي على ما يبدو سمعت التحدي. صباح الخير جوزيفين. صباح النور سمر. أنا تحديتك. سمعتك، وأصلاً طبيعي أنه لازم نقبل التحدي ولو كان بشيء كتير بسيط، لأنه سمر خليني بس أعمل هيك انترودكشن صغيرة، لأنه بغياب الدولة المركزية للأسف بصير نحن علينا، لو كان إذا بدك مش ضمن مبادئنا الكبيرة، لأنه مبادئنا الكبيرة هي إنه لازم دولة مركزية هي اللي تكون سند للمواطن بهيك أزمات، فمنبقى إنه نحن منجرب عبر حملة صامدون إنه نكون بديل إذا بدك لحتى هذا التكافل الاجتماعي يكون شبه مكتمل، ولحتى مثل ما نحن صامدون ببيوتنا انه الفقراء يلي هن وقت شغلهم يكونوا صامدين كمان ببيوتهم وما يموتوا من الجوع بدل ما يموتوا من المرض. فاكيد انا عملت التحدي وبدي اتحدى بهيدي المناسبه وليد جملاط ووائل ابو فعور يلي رافعين علي دعوه شخصيا، بس هن بينضموا لهيدي الحمله ومنشوف كيف ممكن هن يكونوا يساعدوا الناس ليكونوا صامدين ببيوتهم. تمام. شكرا لك جوزيفين ديب على قبولك التحدي، وما كان عندي شك انك رح تقبلي التحدي، ومثل ما قلتي هيدا صار حاجه. بس خليني اشير شغله انه حتى اعطى الدول يلي بس كانت قادره انه يلي فيها دول مركزيه وقويه تبين انه لا، الناس بحاجه انه هي تلف على بعضها. بدي اعلق هالنقطه اذا تسمحي، لانه هي اساسيه. نحن جيل حرب، بتعرفي معودين على هدول القصص. انا بالنسبه لي انا ما بقول غياب الدوله المركزيه، انا بقول بضعف الدوله المركزيه او منا بالمقارنه مع الدول المتقدمه، ولكن هيدا اللي خلينا نحن اذا بدك ان شاء الله يكون هذا الحكي صحيح، هذا اللي خلينا يكون عندنا الارقام ضمن الارقام اللي كثير كثير مقبوله بالنسبه لدوله بقدراتنا، لانه العالم عم تتكاتف وقفت حد بعض والعالم عم تلتزم. برجع بقول دول مركزيه اساسيه فشلت وركعت، اوروبا في دول ايطاليا ثامن اقتصاد بالعالم ركع، لانه كانوا العالم كلهم بيعرفوا في دوله مركزيه بتهتم بكل الاساس، وقت اللي الدوله ركعت ما عندهم بديل. نحن هي يمكن هي من القصص اللي شوي بتتشفع فينا، ولكن نحن بغض النظر لازم يكون عندنا دوله مركزيه، ولكن تكاتف العالم والتزامهم هو اللي عم يخلينا نقدر نواجه بطريقه احسن من دول اكبر منا بكثير. صحيح 100% هيدا الموضوع، بس خليني اقول
بعدنا بحاجة لمزيد من الالتزام من قبل الناس. صحيح. بعدنا بحاجة لمزيد من الالتزام، لأنه اللي عم نشوفه رغم حظر التجول ورغم القرارات اللي طلعتها الحكومة وكل هذا الأمر، بعد في ناس يعني شفنا مشاهد عن جد مبكية. بس كمان بدنا نفهم من ميلة تانية أنه عن جد في ناس إذا ما اشتغلت ما بتقدر تأمن ربطة الخبز على بيتها. مشان هيك عم نجرب قد ما فينا ندعم، عم تنطلق الحملات سواء كان من الجديد أو من غيرها. يعني عم نشوف مئات الجمعيات يلي حطت حالها بالتصرف وعم بتساعد، وعم نشوف مبادرات فردية حتى عم بتصير حتى ولو بربطة خبز يعني. صحيح. بقصص رمزية. ولكن هيدا هو الشيء اللي رح يخلينا نصمد، لأنه مثل ما تفضلت وقلت الموضوع طويل. على المدى الطويل، منه على المدى القريب، ورح احكي عن هذا الامر. دكتور، كنا عم نحكي عن اجهزه التنفس الفنتيليترز يلي عم بتتم محاولات لتصنيعها في داخل اللبناني. هدول الاجهزه اول شيء مشكورين كثير اللي عم يشتغلوا عليهم، وكثير كثير مبادره جيده. ان شاء الله ما نعوزهم، ولكن اذا عزناهم مثل ما عم نشوف في غير دول حيجوا بمحلهم. وانا فيني اقول لك انه جهاز التنفس يلي بحاجه له مريض الكورونا ما ضروري يكون كثير متطور، او على القليله حيكون افضل من البدائل اللي اضطروا لها دول متقدمه وقت اللي ما عاد عندهم اجهزه متطوره. وبالتالي اللي انا شفت بس له خصوصيه حسب ما فهمنا من المصنعين، انه في له سباب او له شيء خصوصيه تختلف عن خصوصيات الاجهزه الاخرى. ليكي في له لحتى هينا على المشاهدين. كل اللي قادر يعمله هو اللي نحن عاوزينه، مش عاوزين اكثر من هيك. وقت اللي بيكون خلص اللي عندنا بدنا هواء، بدنا اكسجين، بدنا نوصل الاكسجين. ومتطورين، لا انتبهي، متطورين كفايه ليقوموا بوظائف فنتيليتر قريبه من اللي عم نستعملهم. وبالتالي كثير اساسيه وكثير ضروريه. ان شاء الله ما منعوزهم، ولكن اذا عزناهم حيكونوا افضل من البدائل اللي عم يستعملوها بدول متطوره سبقهم الفيروس وما كانوا متحضرين. نعم. في أسئلة سريعة بدي أطرحها عليك لأنه الناس عم تطرحها. أول شيء تحدثنا عن النفس الطويل في فترة طويلة. صحيح. يعني منا ولا بتخلص هلأ المرحلة ب 12 نيسان، لا رح نفوت على مراحل أخرى من ما بعرف، من حظر التجول، من التعبئة العامة، من سميها ما شئت. قديش الفترة المرتقبة؟ لحتى نقدر نستوعب الفترة بدنا نحكي عن الفيروس، خصوصية الكورونا فيروس. هذا الكورونا فيروس عنده خاصيتين بيختلفوا عن غير فيروسز. أول شيء عنده فترة حضانة طويلة فيها تمد من يوم أو يومين لحد ال 14 يوم. فترة حضانة فيكون الشخص فيها حامل الفيروس وما بيعطي أي عوارض، بس بيعدي بيعدي، ممكن يعدي. وبالتالي مشان هيك هيدي اساسيه. تخيلي انا لقطت حجر المنزلي، بالضبط، والالتزام بالبيت يسلم هتم. سو انت عندك احتمال حدا يلقط بالنهار 13 وبالتالي بده يحصر حاله جمعتين. زياده على هيك، مدى ما لقط الفيروس بهيدا الفيروس بس يعديه ويعمل له عوارض، في كمان يمط فتره طويله. يعني لصح منه او لحتى يروحني الفيروس كمان بياخذ وقت طويل لحد الاسبوعين او اكثر. وبالتالي عندك فتره طويله. فتره الشفاء قد ايه؟ فيها تاخذ، عم اقول لك اسبوعين لثلاث اسابيع. اسبوعين او اكثر. وهون انت عم تحكي عن شغله كمان اساسيه. من الصين عرفنا انه في ناس ضلوا يزتوا فيروسز لحد النهار 37. اوف، عرفتي؟ فبالتالي ومن هون اهميه العلاجات اللي عم تستعمل بمحلها، لانه عم بتخفف الفايرال لود، عدد الفيروسات الكوبيز، وعم بتسرع بامكانيه انه يشفوا وما يعودوا يعدوا. هدول نقطتين مختلفين. انا طيب اليوم الناس بتقول لك انه يا خيي ما دام ما له دواء وما دام دواه هو حبتين بنادول، ما في الا بنادول، ليش روحه على او الحجر بقلب المستشفيات مثلا؟ اول شيء لانه اللي بيقولوا هيك عم بيقولوه بطريقه صحيحه، ولكن مثل ما قلنا 85% من العالم مش حيعوزوا حكيم اصلا، وبكفيهم البنادول وبكفيهم السوائل. بس هدول الناس بيقدروا يعدوا اللي بيحبون يلي حيعملوا عوارض ومشاكل اكثر من هيك. بايطاليا نسبة الوفيات أعلى بكتير. سبب من الأسباب الأساسية بإيطاليا كبر عمر السكان بلومبارديا، مشان هيك عدد الوفيات كان أعلى بكتير. كل شيء يكون متساوي، الشخص اللي كبير بالعمر وعنده مشاكل صحية مزمنة مثل الضغط المزمن أو السكري أو أمراض القلب والشرايين أو أمراض الرئتين المزمنة، هدول الناس كانوا معرضين يجيهم الكورونا بصورة أقسى
ويؤدي لوفاة بدرجة أكبر. وبالتالي إذا أنا عندي وما بخاف على حالي وحصح منه، هذا الأرجح صحيح، ولكن فيني أعدي بيي ولا أمي ولا ستي ولا جدي هو الأخطر، ولا بالعيلة اللي عنده مشكل مزمن وروحه. وبالتالي هيدا هو سبب الالتزام اللي احنا عم نطلبه من العالم. ومش هيك مثل ما تفضلتي قضية حتمط، فينا نروح شهور بدرجات متفاوتة يمكن من السبايكس والعدد المرضى، وهيدا هو اللي حيكون سيرحنا الأمضى إذا استعملناه مزبوط. منغلب دول متقدمة أكثر منا بكتير ونطلع من هذه القصة أقوى مما كنا. قبل ما ينتهي وقتنا، المريض يلي يشفى من الكورونا بيضل في شيء خطورة لعودته إلى حضن عائلته أو قديه؟ يعني بده يكون عمل التستين اثنين نيجاتيف لحتى يقدر يرجع صحيح. إلى كنف عائلته، خلينا نقول كنف عائلته، يعني مفهوم يرجع مجتمع مع عائلته. هذا كلام صحيح. وطبعا في مثل كل شيء بالطب مثل ما حكينا في اكسبشنز، وعم يطلع كثير دراسات بتقول لا في فلان رجع صار بوزيتيف بعد ما كان نيجاتيف مرتين وكذا، ولكن الأكترية الكبيرة لحتى ما أقول كل المرضى وقت اللي بيصحوا بيصحوا، وبالتالي لحتى ما نعمل ذعر عند العالم بيرجعوا بيلقطوا المرض مرة تانية. هون كمان هني عملوا مناعة، ولكن بيقدر يرجع يلقط الفيروس لأنه لحد اليوم أنت عندك نسخات متعددة. هيدا الفيروس مش بيطور حاله، ما هو بس يفوت على الخلية لينسخ حاله فيها، مكنة النسخ تبع الخلية ما تكون نفس المكنة تبع غير خلية، وبالتالي بيعمل كوبيز مختلفين شوي عن غيرهم. وهذا نحن بنشوفه كل موسم بالجريب بالإنفلونزا، مش هيك نحن بنطعم كل سنة؟ لأنه بيغير شكله، ساعة بيحط دقن، ساعة بيشيل، ساعة بيلبس، ساعة بيشلح، عرفتي؟ إنه مش هيك نحن بدنا نكون شوي أذكى بالموضوع